بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلدي سؤال أرسله أحد الإخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استمع كثير من السلفية إلى تسجيلاتك وقرر العقلاء منهم ترك مذهبهم، ولكن كيف يبدأ بدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة الحقيقيين الذين هم الأشاعرة وليس المزيفين، خاصة أن من سكان الجزيرة العربية وهناك في كثير من الحالات لا يستطيع الوصول إلى شيخ يعلمه، فهل يقرأ وحده؟ وكذلك الآيات التي فهمها على طريقة القوم، يعني طريقة أهل البدعة، هي كثيرة، فما الحل؟ أبدأ من حيث انتهيت، فأقول لك بالنسبة لكتاب الله سبحانه وتعالى هناك قدر كبير جدا من القرآن ليس فيه خلاف وليس فيه نزاع بين المسلمين، كالحديث عن الجنة والنار، عن مكارم الأخلاق، عن قصص الأنبياء السابقين، أشياء كثيرة جدا. فهذه إذا فهم الإنسان هذه الآيات على طريقة العرب التي لا تخالف شيئا من قواعد التفسير ومما اتفق عليه الفقهاء، فالأمر يسير في هذا. ابقى على فهمك لهذه الآيات أو للجملة الكبيرة من هذه الآيات التي لا يخالفون فيها عقائد المسلمين، فالنزاع ليس فيها، ولكن المصيبة عند القوم في ثلاث أنحاء: الأول العقيدة، الثاني الفقه، الثالث السلوك، يعني باختصار شديد الإسلام، الأحكام الإسلامية، الأحكام الإسلامية العقدية. هؤلاء القوم مجسمة كرامية، لا يفهمون إلا بمنظار شخص واحد اسمه ابن تيمية ويسمونه شيخ الإسلام ويعودونه شيخا حصريا ووحيدا، وهو لا يخرج عن قول الكرامية في باب الصفات، فاتباعه في هذا اتباع في بدعة لا يجوز، يخالف فيها إجماع السلف الذين نهوا عن تفسير هذه المتشابهات وأمروا بأن تمر كما جاءت لا أن تفسر على ظاهرها. وفي باب الفقه لهم أفهام كثيرة لكتاب الله سبحانه وتعالى مخالفة لما عليه فقهاء الإسلام. العبرة الاحتجاج بالظواهر، هكذا كل واحد يحتاج بالظاهر، كل صاحب بدعة يحتاج بالظاهر، ليست هذه مزية كما سجلنا هذا في تسجيل خاص ونقلناه عن الشاطبي رحمه الله، يقول: حتى أهل الفسق والهوى يعتمدون على ظواهر القرآن ولكن يفهمونها كما يريدون، فالعبرة ليس بهذا، لابد أن ترجع إلى متن في الفقه ومتن آخر في العقيدة لتفهمه. السلوك على الأقل أن تعرف شيئا عن هذا العلم النفيس لتسعى بعد ذلك لتحصيله. لا يمكن لهذا العلم الديني أن يكون من الكتب وحدها، ولكن الكتب تساعدك. اقرأ متنا من المتون، والحمد لله الآن الشيوخ بفضل الله موجودون، اختر مذهبا من المذاهب، وقد بينا لك في تسجيلات مفصلة كيف تختار مذهبا فقهيا، ادرس، تابع الشيخ، يمكن أن تتصل به وأن يجيبك. في العقيدة كذلك ذكرنا أشياء مبسطة وذكرنا مناهج موجزة ومبسطة، حتى عندنا قائمة التشغيل بهذا، مناهج مبسطة للعلوم
في أشياء بسيطة جدا، باستماعك للتسجيلات تستفيد كثيرا. عندنا برنامج إعداد طالب علم مميز، هذا الذي أعلناه ضمن مركز إحياء علوم الدين، وأنشأنا لذلك كلية افتراضية غير رسمية وغير معترف بها لكن تعطيك علما، كلية الإمام الأعظم، تستطيع الانتساب، والبرامج كلها منشورة، كلها متاحة للجميع، فقط جانب واحد هذا للمسجلين وهو أن نتابعه نحن، أما أن يتابعنا فهذا متاح للجميع. كل درس من الدروس نشر على حد علمي، لم نخفي درسا واحدا ولا نرى جواز ذلك، لأن هذا من كتمان العلم الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نتابع طالب العلم وأن نختبره وأن نراه وأن يرانا، هذا ما أوجبه الله علينا، لكن أوجب علينا أن نبلغ فبلغنا. يمكن أن تتابعنا في مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، حتى تأخذ أساسيات منهجية تستطيع بعد ذلك أن تبني عليها. العلم الآن ميسر، كيف تبدأ؟ أنت الآن عرفت مواضع الخلل عند القوم فتبدأ بتصحيحها. عليك أن تعتقد في الله سبحانه وتعالى الكمال المطلق، وأن تبتعد عن المتشابهات في وصف الله سبحانه وتعالى، عليك بالمحكمات التي اتفق عليها المسلمون، وهذه المتشابهات تستسلم بعجزك وتقول كل من عندنا من عند ربنا، تقول آمنا به كل من عند ربنا، تستسلم، ترفع الراية البيضاء لربك سبحانه وتعالى في هذا الباب. اتبع مذهب السلف وهو الأصل في هذا الباب، وهو التفويض، قد شرحنا هذا وفصلناه في مقاطع كثيرة جدا. الفقه الحمد لله نحن درسنا الفقه الحنفي ونستمر في هذا إن شاء الله بإذن الله. غيرنا يدرس المذهب الشافعي ويستمر فيه. المالكية أيضا الحمد لله لهم نشاط. الحنابلة الحقيقيون بدأوا يظهرون وينتشرون في كل مكان. يعني عندنا مثل في العامية يقول إيش، الجائع يكسر العطشان، يكسر الجرة، جرة مغلقة لا يستطيع أن يفتحها وهو عطشان، ماذا يفعل؟ ينتظر هكذا حتى يأتيه مفتاح؟ يقول يكسر الجرة ليشرب الماء. ابحث كثير في الحجاز وفي الجزيرة وفي الكويت وفي البحرين وفي الإمارات، تعلموا علما صحيحا نافعا وأتقنوا العلم وتابعوا، وفيهم محققون وفيهم علماء وفيهم متقنون، الحمد لله رب العالمين. أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالغيث، لا يدرى أخير أوله أم آخره، لكن ما عليك إلا أن تسعى، ونحن في الخدمة. حتى السؤال، لاحظ سؤالك هذا أيها السائل، أفردناه بتسجيل خاص، وكل سؤال يأتينا نراه مهما معتبرا نجيب عنه بهذه الطريقة، أما ما سبق أن أجبنا عنه فنحيلك إليه، ومن أحيل إلى مليء فليحتر. المهم أن تملأ وقتك وأن تملأ فراغك بشيء نافع. اطمئن يا أخي، التائبون من الوهابية أكثر نشاطا من أهل السنة والجماعة الذين نشأوا على هذا الفكر، والله هؤلاء مجاهدون، هؤلاء أبطال، ركام إرهاب ومنع وإغراء بالعكس، وتجاوزوا كل ذلك ليصلوا إلى الحقيقة التي تطمئن إليها عقولهم وترتاح إليها قلوبهم، ويرون فيها التناسق بين النصوص الدينية بعضها مع بعض، وبين هذه النصوص وبين العقل الذي جعله الله سبحانه وتعالى مزية للإنسان. أسأل الله
العلي الكبير أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذا الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.